احنا اليوم بدنا نتعرف اكثر على اكثر اله ممكن اطفالكم بالبيت يستخدموها او يستغلوها او ممكن تنمي الحس والروح عندهم. فعشان هيك احنا اليوم بدنا نحكي عن الموسيقى والالات الموسيقيه للاطفال بالتحديد. فمعنا اليوم باستضافتنا الاخيره فراس قطاش عشان نحكي اكثر عن الموضوع. اهلا وسهلا. اهلا المشاهدين، يعطيك العافيه. فراس احكي لنا، يعني مرات الاهل بيحكي لك انا جعبالي لاحظت الكلمه ادرسه او اعلمه بيانو، او انا جعبالي جيتار، او انا جعبالي قانون او عود، بس هو شو جعباله؟ لا الولد. فكيف بدنا نعرف ايش الولد هو بحب يختار هذه الاله؟ شوفي، كثير بنواجه الموضوع هذا بصراحه. أوكي. بيكون الاب او الام هم صغار كانوا حابين يتعلموا مثلا جيتار مثلا او بيانو او اي اله موسيقيه معينه. بيكبر بضل هذا الحب موجود عنده، بصير مش بده يتعلم، هو بده يعلمه لابنه. بس ابنك مختلف عنك، يعني ممكن يكون هو بحب آلة ثانية، هاي الآلة برضه مرتبطة بشخصيتك. للأسف كمان يعني أنت هيك تكون أجبرته على آلة هو مش كثير مبسوط فيها. صح، تمام. فبيبطل في مجال الإبداع في الآلة، يعني صح. إحنا في الموسيقى بدنا تمرين، بدنا تركيز، تمام. هذا الحكي اللي يصير بده يكون الواحد عم بيستمتع وهو عم بتدرب، عم بيستمتع وهو عم بيتعلم النوتات الجديدة، تمام. بصراحه احنا ما بنصح الاهل في الموضوع هذا. هل بصير عندنا مثلا بيجي الاهل بيكون الولد محتار بين اكثر من اله، اوكي؟ احنا بنحب الطالب نفسه يختار الاله، مش احنا نجبره على اله معينه. فاللي بنعمله احنا بنشرح له فكره عن اكثر من اله، الالات اللي محتار فيهم هو مثلا على البيانو، على الجيتار، على الفايولين، بتعرف على الالات، بتعرف على اصواتهم، بتعرف على طريقه مسك الاله، ممكن يشوف طلاب ثانيين عم بيعزفوا بالاله هذه، تمام. وممكن يجربها، يعني يجرب كل اله معينه، ممكن يسمع هلا اكيد يعني اي كل الالات موجوده على السوشيال ميديا، موجوده على النت، ممكن يسمع لهم، تمام، لغايه ما يختار الاله اللي هو بحبها، لحتى يصير في عنده مجال الابداع، لحتى يتدرب عليها وهو مبسوط، يكون مستمتع وهو بتدرب، يعطي جهده إلها. ما بنحب احنا نختار الآلة للطالب. اكيد في سن معين ببلشوا فيه الاطفال يتعلموا اي نوع من انواع الالات الموسيقيه. طبعا نعرف انه كل الالات الموسيقيه بدايه الاصابع اكيد بده يكون التحكم فيها، ففي عمر بيقول لك انه لسه ما بتكون بالقدر الكافي انه هي تستخدم او تمسك اله. خبرني شو العمر اللي احنا ممكن نبلش ندخل لاولادنا انه شو الاله بدك تستخدم؟ احنا عاده صراحه بنبلش من 4 سنين 5 سنين، وكمان بيعتمد على الطفل، يعني الطفل من طفل لطفل اخر بيختلف الموضوع، بيختلف بالاستجابه مع الاستاذ، بيختلف زي ما تفضلتي حجم اصابعه. فاحنا نورمالي بنبلش من 4 سنين ل5 سنين، ممكن في برات 4 سنين تلاقي بس بنيته شوي كبيره، اصابعه يعني بتمكن انه يستخدم اصابعه لاي اله، سواء بيانو او فايولين او الجيتار. كيف بدنا نبلش نعلم الولد الموسيقى؟ يعني انت بدك تعلم على الاله، بحكي لك هو بسمع خلص بدنا ندله، بس احنا بدنا النوتات وبدنا يدخل يتعمق بهذه الحاجة. هو الصراحه الشيء الغريب انه بدك تعلم ابنك موسيقى بتبلش من هو جنين. صح، بتسمع ميوزك من هو جنين. هلا في مثلا دول مثلا زي ايطاليا بيعملوا حفلات بيكون فيها نساء حوامل وسمعوا جنين موسيقى جميله، لحتى دانه تعود على الشيء الجميل، تمام. الحمد لله احنا صار في كثره بالاردن، كثير صار في ناس تهتم انه ابنه يكون عنده هوايه زي الموسيقى لحتى تغذي روحه وتصفي ذهنه. احنا بنبلش بالعاده من 4 ل5 سنين، تمام. اول شيء بنبلش معه يعني بنبلش نعرفه على الاله او نحببه في الاله، تمام. ما بنبلش معه نشرح له نظريات موسيقى، يعني ما بنصعب الامور عليه، بنخلي الموضوع بالنسبه له متعه اول شيء، انه هو عم بتعلم موسيقى يكون مستمتع الطالب. بعد هيك بنبلش احنا شوي شوي ايش ندخله في النظريات الموسيقيه والنوتات. اوكي. طيب خلينا نحكي شوي، مثلا هلا الاطفال احنا بنقصد فيهم الذكر والأنثى، دائما بنشوف انه في كثير من الآلات بتتوجه إلها البنات، يعني زي البيانو مثلا بتلاقي انه البنت بتتوجه إلها. في وقتنا الحالي بتشوف حتى الاولاد بتوجهوا لانهم يعزفوا بيانو. صحيح. او كمال او هلا احنا صراحه عاملين احصائيه عندنا في آلات زي ما تفضلتي زي الفايولين والبيانو الغالبيه العظمى منهم طلابهم اناث. النسبة الأكبر اللي تعلموا الآلات هذه إناث. في آلات ثانية زي الجيتار طبعا موجود بنات تعلموا جيتار. اوكي، احنا الدرمز غالبا هاي انا ابني بده يتعلم الدرمز، بحكي وانا كل يوم بحكي طول بقى طب قالي لا درمز. ف هو الدرمز غالبية اللي بتعلموها برضه ذكور اصحاب كيف
مزعج خبط. لا في ناس كثير في كثير اهالي بيكونوا حابين انه ابنهم يتعلم الدرمز لحتى يفرغ طاقته. بالضبط يفرغ طاقته بالدرمز وشيء كثير صحي، يعني بيفرغ طاقته بشيء ايجابي بنمي مهاراته فيها. يعني احنا بنشوف كثير من الاهالي مثلا بقول لك انا بدي ابني يفرض عضلاته بالكاراتيه بالجوجيتسو، لكن تلاقي في كثير من الاهالي مثلا بتتوجه لموضوع الموسيقى لانه فيها نوع انه بتهذب الروح، بتخلي الواحد يشغل تفكيره بالشيء اللي قدامه بس بطريقه مهذبه وبتهدي نوعا ما النفسيه. انت كيف بتشوف هذا الموضوع؟ الموسيقى بتنمي الادراك الحسي عند الطالب، تمام، بتزيد من قدرته على الابتكار، بتنمي ذاكرته السمعيه، هذا الحكي بخليه بيصير بيحفظ الامور بشكل اسرع، تمام، حتى على المستوى اللي هي المستوى الانفعالي. الموسيقى بتخلي عند الواحد توازن وبتخلي عنده استقرار مع نفسه، صح، فبصير بركز في دراسته مثلا، بركز باقي جوانب حياته بشكل افضل، تمام. يعني احنا مثلا هلا كثير اساتذه صاروا يستخدموا الموسيقى كماده ربط للمواد الدراسيه الباقيه، صح. كيف يعني؟ يعني مثلا بيجي الطالب يتعلم الحروف الابجديه ABC او الف باء او ايا كان، لما تعملي له اياها على اغنيه او على موسيقى، تمام، هلا اي حدا مثلا، صح، اذا اخذ هو طفل أغنية تعليمية بتلاقيه لغاية هلا موجودة معه، صح، بس إذا أخذها بشكل روتيني حفظها خلص بصمها بصم زي ما هي رح تروح بعد سنة سنتين، صح. يعني احنا بنحاول صراحة، يعني الرياضة اكيد شيء مهم جدا، طبعاً. بس برضه في جانب ثاني هو جانب الروح، انت عم تبرن جسدك هناك، صح، في الرياضة بدك تغذي روحك انت، صح. زي ما بدك تدير بالك على جسدك تدير بالك على روحك ونفسيتك، صح. بتحديدا بهذا الموضوع نرجع للاهل، مثلا كمان لما يكون مثلا الاب بيعزف على آلة معينة بده ابنه يطلع يعزف على نفس هذه الآلة، فبتشوف انه لا هو بيرفض وبتمرد انه بده آلة ثانية، فكمان انه مش شرط اذا انت كنت تعزف على آلة يطلع ابنك يعزف لا نفسها. طبعا لا صراحة نفس الفكرة بصراحة احكي لك، يعني التجربة صارت معنا يعني بكون المستوى التعليمي للأهل يعني مرتفع يعني كان في أحد الآباء كانت بنته حابة البيانو، فهو فوتها تعلم فايلن، تمام، تعلم فايلن، التعلم تبعها كان بطيء شوي، والمفارقة البنت كانت صغيرة، المفارقة البنت كانت تسيب الفايلن وتروح تلعب على البيانو، أوكي، تسيب الفايلن وتروح تلعب على البيانو، تمام، فهو يعني هيك ما كسبت لها هذه ولا هذه، فكان لهم الأساس هي فاتت بيانو، كانت علمات، كانت استغلت الوقت هذا، صح، اللي كان ممكن، صح، اللي ضاع فيه. في كثير كمان بنشوف انه بصير موضه، يعني بتلاقي مثلا في وحده ابنها بتعلم بيانو، بتلاقي كل اللي حواليها عن جد بصيروا بدهم يعلموا الولد بيانو، او يعني انا بقول لك من شيء صار، صحيح، فمثلا اشتروا للعيله بيانو بروحوا بجيبوا نفس للولد، مع انه الولد الثاني لا بده يتعلم بيانو ولا بده مثلا لا كمان اقول لك شغله يعزف. في ناس بتشتري بيانو اصلا مش للتعلم، منظر، في ناس تشتري بيانو عشان تحطه بالبيت، بالضبط، وبعدين بصيروا يرنوا يقولوا لك في حدا عندك يشتري البيانو لانه الولد ما بده، في او مثلا ممكن يقول لي بدي جيتار مثلا بس ما بدي اتعلم عليه، بدي بس احطه بالصالون هيك منظر. تحديدا هذا الموضوع انا عندي ثلاث جيتار، واحد الكتريك، اثنين عادي، انا جوزي بيعزف عادي شيء، بس انا ابني ولا يعني بيمشي من هون وهيك انه تعرف داخل ولا عنده اي فضول، لا بحكي لك انا بدي درمز. كيف ممكن نعزز فيه مثلا فكره انه يصير يحب شيء احنا حابينه؟ يعني حلو، احنا ما مندله على شيء مش حلو، يعني لا احنا انه نعزز فيه الحب آلة معينه هذا صعب، صح. احنا بنعزز فيه يعني كيف انه مثلا انه نحكي له مثلا زي ما تفضلت انه نقول له مثلا تعلم جيتار، لا خلص هو بده درامز، لا بنعزز فيه حب. تعتبر انه المدرسه لها دور؟ اكيد اكيد، يعني الحمد لله احنا عندنا صار في الاردن صار تدرس كثير مدارس، صارت ماده يعني تقريبا اجباريه انه بيكون في حصه موسيقى عند كل الصفوف، يعني بياخذها في المدرسه، بصير عنده بيستكشف الموسيقى، بصير عنده حب استطلاع للموسيقى، بعدين بصير حب ينمي الحكي، صح، هذا صح، صح، يعني والله يعني لازم نهتم بهذا الجانب، صح والله. وحتى بالمدارس لازم اذا شفنا هذا الطالب متميز نحكي لاهله حتى يعززوا هذا الشيء ويخلوه. ونحن بنشوف مرات كمان بيجي بيحكي لك على بحب الطبله، هلا اغلبيه الشباب تلاقيهم على الطبله كانوا زمان، بتلاقي بتحكي له والله هذا عم بطبل، يعني شيء متناسق، فبتشوف انه عنده اذن موسيقيه، مزبوط. هلا انت بتشوف مع انه احنا اخلي ابني بالاذن الموسيقيه بدون ما اوديه يتعلم ويتمكن بهذه الاله، ولا لا لازم يروح يتعلم اذا كان عنده او اذا الموسيقيه افضل من اي شخص ثاني؟ شوف صراحه لا اذا حاب ياخذ الموضوع بشكل كامل وبشكل اكاديمي لازم يتعلم. هلا اوكي ماشي، ممكن تتعلم هلا في مثلا بالسوشيال ميديا موجود اونلاين دروس اونلاين،
في كثير مجالات بيتعلم، بس بتوصل لمرحله معينه بصير لازم حدا ينقله العلم المعين في المجال هذا. طيب صحيح. من وجهه نظرك يعني هلا الاطفال اللي بيعزفوا سماعي هذا ممكن ياخر تعلمهم بموضوع النوتات؟ اللي بيعزفوا سماعي لا بالعكس، أسرع. الموضوع بصير اسهل. هو صار في عنده هلا، هي في جانبين، جانب نظري وجانب عملي، نربط بيناتهم، في النوتات وفي العزف، بدنا عمليه الربط بيناتهم. لا هو قطع الجانب العملي، عمل الجانب العملي، اوكي؟ فلا ما باخره، بالعكس هو ممكن يساعد. يعني احنا اذا بنبلش مع واحد من الصفر بنبلش معه بنوتات وبنبلش معه بجانب العملي تنتين، يعني بنبلش معه نحرك ايديه ونحفظه النظريه الموسيقيه. هو اذا قاطع الجانب العملي بصير الموضوع اسهل، المفروض اسهل. والمفارقه انه كثير ناس بتكون قطعت زي ما تفضلتي بالجانب اللي هي انه بالجانب السماعي، اوكي؟ بصير بيجي بقول لك لا انا بتعلم صح، بدي اخذ الامور بالشكل الصحيح بشكل سليم. طيب خبرني عن قصص اطفال مثلا دخلوا على المركز وكانوا مثلا ما بدهم يتعلموا، بعدين شفت منهم هذول ناجحين عن جد وابدعوا. في كثير اطفال صراحه مثل هيك. بحب احكي بصراحه عن الجيفتد تشيلدرن، يعني اللي عندهم موهبه، لا اللي بقصد فيها جيفتد، بقصد فيها الطلاب اللي عندهم اوتزم، اوكي، طلاب عندهم متلازمة داون، اللي عندهم تاخر، اوكي، من ذوي الاعاقه. بصراحه في البدايات بيكون عنده شوي نوع من الريجكت، رفض. بعد هيك بصير هو حاب الموضوع. لما يلاقي حاله عم بيطلع موسيقى وإشي حلو بينبسط هو انه عم بينجز. صح، بينبسط هو انه عم بينجز، واهله كمان بينبسطوا وبعزوا الموضوع هذا معاه. بالنسبه للطلاب العاديين بصراحه الاهل لهم دور. يعني مثلا كيف هلا الطالب او الطفل بده يجي في البدايات، احنا بنساعد، يعني بنعزز عنده انه حبه للموسيقى وانه يتمرن، تمام؟ بس كمان الاهل عليهم دور لحتى يعززوا معنا، لحتى يصير هو عنده حب للاله هذه او حب للموسيقى ويقدر يكمل لحاله. يعني انا مثلا كنت اسمع من الاهالي انه اول ما بلشوا مثلا كان الطفل يتدرب 10 دقائق ربع ساعه بعدين خلص، اوكي؟ بعدين لما صرنا نعزز احنا نقول له برافو عليك شاطر، يكونوا مثلا قاعدين جلسة عائلية، طب تعال هات الجيتار هات الأورج، بين أعمامه بين إخواله بين خالاته، والكل يزقف له وينبسط، هو الطفل نفسه بحس حاله عم بيبدأ. صح، مميز، عم بينجز. مميز. صح. صح. طب إيش بسبب، يعني بتعرف أنا اليوم كثير سألت عن الموضوع عشان أولادي، شو برأيك السبب اللي بيخلي الأطفال يبعدوا أو مثلا ما يتوجهوا مثلا أسجل لك موسيقى بقول لك لا أنا بدي تيكواندو، بدي أي شيء ثاني، حتى البنات باليه كذا، فإيش الإشي اللي بيخلي الأولاد ينفروا من موضوع الموسيقى نوعا ما؟ بصراحة يعني هذه شوي بنربيها على الأهل، عدم تثقيف من البدايات. وفي جانب ثاني، الجانب اللي هو السوشيال ميديا، السوشيال ميديا كثير عم تركز على الفايت او كذا او العمل الاخر، تمام؟ بس احنا بنربي الدور هذا صراحه، الدور الكبير هذا على الاهل. نعم. بالبدايات المفروض مثلا يشوف اهله هو عم بيسمع موسيقى، قاعدين مثلا عم يشرب فنجان قهوه، عم يستمع موسيقى، بصير عنده هاي الثقافه، بتنمي هاي الثقافه. هلا اذا تركناها لقدام شوي انفتح الطفل على السوشيال ميديا، يعني بدي تجي شغلات يعني ممكن تكون نيجاتيف بدي اقول تاثر عليه، اللي هي زي ما تفضلت زي العنف. صحيح. او لا الباليه مش اكيد، الباليه مش نيجاتيف. صحيح. بس هذا هو بيكون بين السبب. بدنا نشكرك استاذ الكريم على تواجدك معنا على هذه النصائح، وان شاء الله كمان الكل يهتم بالجانب الروحاني، وهو بعيدا عن الصلاه ويعني الجانب الروحاني الديني ايضا جانب أكيد الروحاني أكيد. تغذيه الموسيقى. بدي اشكر حضرتك واهلا وسهلا، يعطيك الف عافيه. شكرا لاستضافتكم. بدي اشكرك، يعني استمتعنا اليوم بهذا اللقاء الرائع. يعني وانا من زمان حتى لما حكوا لي عنه قلت انا يعني اليوم اجى على انا جاي على بالي اسمع اشوف، لانه زمان اولادي ما عزفوا. فشكرا لك وشكرا على هذا الاهتمام بالاطفال، يعني بجانب الاطفال. عفوا لك، شكرا لك.